كل حاجة في الدنيا عندها وقت، كل حاجة تاخو وقتها. استنيتك باش تقول سامحني، نقول لك انا زيد نعرف ما صارش ومش باش يصير، اما كل واحد منا قرر يشوف ثنيته. ربي معاك ومعاي حق. اليوم شان قابل طفل اسمه فايز، شبه لك في حاجة، ولد عائلة. عسلامة. عسلامة. سامحني. مش مشكلة، مش مشكلة. تفضل. تفضل تفضل. عايشك، ميرسي. سافا؟ سافا انت؟ الحمد لله. سامحني باللي والله جيت والدار خايفة معناتها. ما حتى مشكلة. أنا فايز 33 سنة، سبورتيف، ما نشربش، ما نتكيفش، ما نسهرش في الليل وما نشخرش. نتشرفوا. أنا حبيبة. شرف حبيبة. حبيبة الحقيقة عجبتني ياسر الفكرة متاعك متاع الكاستينج، حسيتها أمبو أوريجينال، حسيتك تخمم خارج صندوق. You are thinking out of the box. عايشك، ذي دار جدي عشت فيها من لينة صغيرة، ما تبدل فيها حتى شيء، قاعدة كما هي من 2006. سمحني تشرب حاجة؟ ماذا بيك اسمي عايشك؟ حتى أنا خممت فيك، قلت ستخيس وكاستينج وكل نعم بلس باقي للبونيدراتاسيون. اه وي انا ياسر نشرب ماء باه يصفي الوجه ويصفي البدن. تصفوها الحقيقة. قولي مالا فايز. فايز سي سا. ميرسي. دي ريان. اش تعمل انت في حياتك؟ كوتش دي في. اه تنمية بشرية. اكومبانياتور بيرسونيل، معناتها احنا نحطوا العباد على طريق النجاح. الحقيقة انا ما نعرفش كيفاش تخدموا انتوما لي كوتش دي في، شنو عندك كابيني ولا بيرو ولا كيفاش؟ انا نخدم على ديجيتال. آه، كيفاش على ديجيتال؟ فيسبوك، انستغرام، تيك توك، نهبط دي فيديو متاع موتيفاسيون، متاع انتليجنس ايموسيونيل، حاجة كيما هكاك. تنجم تشوف زاد على الانستغرام تلقى The Way of Success by Face. آه، هذا الكونت متاعك؟ اكزاكتومون. نجم نتعرف عليك شوية؟ ماضي على الوقت حبيبة. ريت في الوقت اللي قلت لي فيه لازمنا نتعرف عليك. في الوقت هذاك مايكروسوفت دخلت 3 مليارات، أبل بعت 15 نسخة من تليفونها، المجازان اللي تحتك بعت 15 حكة طماطم وخمسة موتزاريلا مستحضر. رول نمبر 2 حبيبة. Time is money. الوقت فلوس. انت مثلا عندك في الافق شنو باش تعمل في حياتك؟ اش معناتها ما فهمتش؟ معناتها تعرف باش تعمل غدوه بعد غدوه، الجمعه الجايه، الشهر الجاي، العام الجاي. فايز احنا كي عايشين اليوم ديجا فازه، تحكي لي على غدوه وعام الجاي؟ لا يا حبيبه، باش تنجح لازم كل خطوه تكون مدروسه ومحسوبه. لا مكان الاعتباط، لا زار نيكزيستو با. باش تنجح وتوصل للقمه وتخرج من القطيع. نعم قطيع هكا تشوفي نعجة؟ خاطر لازمك تنجح يا حبيبة، لازمك تنجح، وما فما حتى حد ينجم يفك لك فرصة النجاح. لازمك تكسر كل القيود وتعدى كل الحدود باش تثبت الوجود، وكما قال الشاعر: من يأبى صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. يأبى بلي يعيشك أمان. فايز نجم نحكي معك شوية؟ بالطبيعة حبيبة، هذاك شنو نحب معناه. شنو تحب؟ وانت خليت لي الوقت. خاطر الوقت كالسيف يا حبيبة، إن لم تقطعه قطعك. سامحني سامحني. تفضل. باهي فايز، انت ككوتش دو في تو كيفاش تعدي نهارك؟ كيفاش تعيش حياتك؟ وقتاش تقوم الصباح حبيبه انت؟ عادي نص نهار، ما ساعة، ساعات ما ساعتين. مخر يا حبيبه مخر، على خاطر لو موند ابارتيان سو كي سو ليفتو. لازمك تقوم الخمسة بتاع الصباح، تخرج من زون دو كونفور بتاعك ولا الكونفورت زون. لازمك تعمل ثوره على الفرش والبطانيه يا حبيبه، وكان لازم الثوره هذه توصل حتى تكشي زملائك في العمل ولا عروفاتك باش توصل للقمه وتنجح يا حبيبه. فايز ما في بالكش، انا ما عنديش عرف. تعمل عرف يا حبيبه وتعمل عليه ثوره وتسب، فما بيت حل شركات ب 500 فرنك. قل لي حبيبه اش قاري انت؟ انا قاريه حقوق متخرجه، حبيت نطلع قاضي تحقيق، ما زهرتش معايا، تعبت والله. لا 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 لا، ما نحبش اسمعها كلمه تعبت حبيبي. شو ما نحبش اسمعني. بجاه ربي بجاه ربي، اكا فاست صعود الجبال وطلوع القمم ودرشني اخطانا منهم، وبلي سامحني انت تنصح في العباد ودرشني، بلاش لي طموحك في الحياه. تعب الحق حبيبه والله ماذا بيا. لم في حق حرق حبيبه. فديت حبيبة، تخنقت حبيبة، كل يوم وقوم صباح نبدأ نظر في روحي بالكف يا حبيبة، علاش قايم؟
صرا انت ما تقومش الخمسه كما قلت لي وتصح فيا سي خايم الخمسه تاع الصباح ما ولا باس حبيبه داري على البحر قاوي ونحتسي في القهوه على الحان فيروز ونغزل بوزوخ الشمس يا ولدي مش قلت لي واحد لازم يقوم صباح بكري ويقوم مبتسم ما ولا باس قايم مبتسم بلكشي قايم نلقى روحي في باليرمو الوقت اللي ترقدوا تربحوا في هالبلاد هذوما وجوه الواحد باش يقوم لهم يضحك حتى كي تقوم ماذا بيك تبدا تشلبك فيهم بالكف حسوب عجبك حالي نهار كل مدد وجهي في اللايف وين وقول كبس كبس على الاقل هوك خير من اللي واحد يتبربص في بانو ويقول انا سمكه مالا شي اللي تحكي فيه العبيد طاقه ايجابيه وابتسمت ولوع الجبال والقمم وبيبوزيتيف تي معون صنع هذاك يا حبيبه صدقني اول تثمنين يتصبوا منقص في اول شقف وديركسيون ابادوز تي كله بلا 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 مالا دجال سيادتك علاش دجال حبيبه تشوف فيا حاط بريت في فمي ونتفل على العباد والله بالطريقه هذه انت ولا عرفت كيف كيف وانا بصراحه ما نقبلش راجل في حياتي كيما هكا ولذا يا خويا فايز انا وياك ابارامون مانيش باش نتفاهمو خويا نقلب معناها عاد انت كوتش نورمالمون طلعها وحدك هذا اي باش تخلصني في المعلومات اللي عطيتهم لك ولا بالله انت مالا ماشي في بالك كيكه طريق النجاح هو عندك من يأبى صعود الجبال هذيك ب 10 دينارات وعندك طريق النجاح هذيك ب 15 دينار وعندك الزون دو كونفور والكونفورت زون هذوما ب 30 دينار الكل ما بعضهم يطلعوا لك 65 دينار وماذا بيا كارتة تحك في كارتة البابوري يستنى يا عايشة لا باهي ياسر باهي باهي برشا باهي برشا تفضل عليا البرا ب 80 دينار وكان تحب يخرجك العصيص ب 60 دينار اش قولك فيها الفاز؟ انت شنو يا حبيبة شد علينا السمالة تطيح ونقول لك موضوع احسن حاجة عملها الحبيب كي فنتر تي مش كي تقوم من ثلاثة متاع الصباح باش تعيش حياتك الكل باير حبيبة بدواكي تقومي مش باش تلقيني حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 حلي الرايونو بالك شدريني نرتع في بار ريتاليان يا بنية سكوزا ابرز العزوزة حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 كيفين بايبي